حياكم الله اعزائي المشاهدين الكرام مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه ومتابعي برنامج قصه دار ومساكم الله بالخير. اليوم الحلقه مسك الختام لهذا الموسم، الموسم الثاني لبرنامج قصه دارمي. كما عودناكم سوف لكم قصه في كل حلقه من حلقات البرنامج. اليوم قصتنا وسالفتنا من موروث بابل، من موروث آل جوذر تحديدا. بمنطقه آل جوذر كانت اكو نواعير مال الماي، فالنواعير هاي مال الماي تديرها ثور جاموس. فاكو مره بهاي المنطقه جميله الاوصاف حيل، فهاي الثيران لازم من تدير الناعور لازم اكو واحد يضربها على مود تفتر ويفتر الناعور. فهي اجت اللي تروا ماي قبل من بعد، تروا ماي تروا شيء، وين اكو ماي سالي وين اكو ماي بواري، يجي يشيل لها ماي بجدر على راسها. فهي تريد تروى ماي من الشريعه. هسه هذا يسوق ثيرانه على مود يفتر النواعير، وعلى مود انه يفتر الماي يعبر المن ليسقون بي، ووقت همينه محدود وماكو ماي هوايه. فهو من اجت طولها حلو وتمشي برهدنه وهي معدله وحلوه، فهو عاف ثيرانه وعاف شغله وعاف ناعوره وعاف كل شيء، وظل يباوع على المره. هسه هاي انتبهت له، زين شو تقول له؟ تقول لا تباوي، هم مشكله يعني هم تصير مشكله اكبر. فهي المهم بدل ما تمشي للشريعه تقربت من يمه، غيرت مسارها وصارت قريبه عليه. قالت لي السايج الثيران عينك لثورك، يا سايج الثيران عينك لثورك، من تنجلب شباك ما ظن زورك. احبتي المشاهدين، هذا من موروث بابل ومن موروث آل جوذر تحديدا. اليوم الحلقه المسك والحلقه الختام. قبل البدء وقبل ان ابدا مع الشاعر الضيف غسان الجوذري، اتقدم بكل عبارات الشكر الى كل من تابع برنامج قصه دارمي. أتقدم بكل عبارات الشكر والامتنان إلى كادر برنامج قصة دارمي، على رأسهم حمزة المخرج حمزة علي، والمصور هاشم علي، والصوت شيخ رياض، أيضا إلى المونتير محمد جواد. أيضا أتقدم بالشكر إلى علاء العسكري. أيضا أتقدم بالشكر إلى محمد كريم. ايضا اتقدم بالشكر الى عبد الله تحسين. اتقدم بالشكر الى كل من ازرني في هذا البرنامج. اتقدم بالشكر الجزيل والوافر الجميل في بدايه الحلقه وفي نهايه الحلقه الى الاخ الاكبر لنا جميعا الدكتور حيدر العسكري مدير قناه الطليعه الفضائيه. ايضا لا انسى بالذكر ولا انسى بالشكر ولا انسى بصاحب الفضل والمؤازر لهذا البرنامج والكان الساعد الأيمن في هذا البرنامج، الأخ والحبيب والذي أضع اسمه قبل اسمه بكلمة بين قوسين، ابن أمي اللي هو صديقي وأخوي السيد علي نور الياسري. كثير من الناس يستحقون الشكر في هذا البرنامج. المتابعين الكرام، شكرا جزيلا على متابعتكم، ولنا شكر آخر في نهاية الحلقة نرحب أنا وأنتم. تعمدت أن أشكركم شكرين، شكر في بداية الحلقة ونهاية الحلقة. أنا وأنتم مع الشاعر والمبدع ابن بابل ابن الطليعة، منطقة الطليعة طبعا، غسان الجوذر أبو عباس. الله يسلمك سيدنا الله. ألف الله تحية حمد. إليك وشكرا للدعوة الكريمة وشكرا إلى كادر قناة الطليعة الجميل. أتمنى لكم دوام الموفقية. الله يحفظك. وحقيقة جدا ممنون هاي الدعوة. الله يحفظك. الله يسلمكم. أتمنى أن أكون ضيف خفيف الظل عليكم. إن شاء الله خير مسك لهذا البرنامج، وإن شاء الله لنا موسم ثاني. متفضل سيدنا. الله يحفظك. قصة دارمي. أنا أريد أستثمر الوقت وأريد أستاذ حمزة إنه ينطينا مع اليوم وقت إضافي لحلقة المسك إذا يسمح. أسمع منك يا غسان الجوذر قصة. خير البدايات إلى سيدي ومولاي. خير البدايات إلى سيدي ومولاي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام. يقول من مثل كل مصباح يعرض له بالعين، من مثل كل مصباح يعرض له بالعين، شف للقمر وضلوع مكسورة لحسين. الله 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 يسلمك سيد. الله يعطيك العافية. أسمع منك سالفة وقصة. نعم سيدنا، قصة دارمي صارت في حقيقية. زوجتي أم عباس
ام ولادي ام بيتي. تحياتنا لابو عبد الله. الله يسلمك. طاحت مريضه، فهذا المرض اصعب مرض موجود بالعالم، يعني الدكاتره عجزوا منه حقيقه. الدكتور ايس قال انت بعد طب ما الك، نص كلام غسان طب بعد ما الك، انا من يمي مأيس. فبقت رحمه الله واهل البيت موجوده، وتوكلت على الله واهل البيت، ورحت الى سيدي ومولاي الحسين عليه السلام. قبل لا اطب الباب قلت له دكتور ايس قال حضر ذهابك. دكتور ايس قال، دكتور ايس قال حضر ذهابك، ما ايستي يا حسين جيت على بابك. الله 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 يسلمك سيدنا. دكتور ايس قال حضر ذهابك، ما ايستي يا حسين جيت على بابك. والحمد لله كان سيد الشهداء خير شفيع وخير طبيب. الحمد لله، الحمد لله وشكر على حياتنا لام عباس. الله يسلمك وعدك الصحة والعافية والسلامة، وأوصيك تشوفين مرة ثانية لأبو عباس. لا ما ترضى علي. ما ترضى علي. ما لك علاقة يا أخوي. والله هي حقيقة أم عباس غير رمز للإمرأة الصالحة. حلو. نعم فهاي عتها عادية جدا، ما زال عتها، ما زال عتها دين وفقه، فهذن عتهن عادية وعبرات. ها. نعم. حلو يعني نعم. ثانية. لا لا ما هي ثانية، أنا ما بدلها أم عباس. ركز على دين وفقه. لا لا أبد ما. خلي أسمع منك. الله يسلمك. يقول للحشد حقيقة الحشد عبيه. الحشد يستاهلون، يستاهلون والله الحشد يستاهلون. لو للحشد لا قدمنا قصة دار حقيقة، هاي لا قدمنا فجر الأبو ذي، كل إنسان رباط وهوسة، ولا قدمنا كل البرامج، كل إنسان منصف، كل إنسان منصف حتى ولو كان من غير ملة. الحشد لازم شكره. فأنا أقول للحشد ما وديت ابن على راتب، للحشد ما وديت ابن على راتب مستورة، بس حسين باكر يعاتب. الله 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 يسلمك. للحشد ما وديت ابن على راتب مستورة، بس حسين باكر يعاتب. الله. وإلى سيد النجف وكبيرها السيد السيستاني صاحب الفتوى العظيمة، الله الله، أقول له أنت الحميت الدار، أنت بحكمتك شاضعنا بالرجلين لو ما فتوتك. الله 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 يسلمك. الله يسلمك. انت حمية الدار، انت بحكمتك شاضعنا بالرجلين لو ما فتوتك. اي والله. مو شخص عاد وقام من كيف نادى، مو شخص عاد وقام من كيف نادى، اي يذهب الحسنين فتوى الجهادة. صدق والله. الله يسلمك. صدق والله. نعم حقيقة هاي. انها ليس فتوتي بل فتوى علي بن ابي طالب. حقيقة هاي. الله الله الله. الله يسلمك. عيد هذا البيت. يقول مو شخص عاد وقام من كيف نادى، اي يذهب الحسنين فتوى الجهادة. الله الله يسلمك. الله 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 يحفظك سيدنا. ولعتها نار من البدايه. الله يسلمك. انا خادم اسمع منك. انا خادم. يقول ولا الام. اي والله تستاهل. نعم تستاهل. هنا انا اوقف، خلنا اوقف شويه. نعم. الله يحفظك. الله يحفظك يمه. انا ممنون منك. الله يحفظك. شكرا جزيلا. الله يحفظك. ونعم الله عليك، ودعائك هو اللي خلاني اقعد، ودعائك خلى الوالدة متحبني، ودعائك هو اللي وفقني، والف نعم الله عليك يمه، وفضل من عندك، والف شكر لله انه امي موجوده وتدعي لي. الله يطول عمرك. ما اعرف شو اقول وشلون اجازيك. الله يديمش علينا خيمه. شكرا يمه. اي يل تمشي على الرجلين وفمك تفوز. اي والله. يل تمشي على الرجلين وفمك تفوز، معلق ولما القاع نقط وفلكوز. الله 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 يسلمك. الله الله الله. يل تمشي على الرجلين وفمك تفوز. الله 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 يسلمك خالي. الله يسلمك خالي. الله. يل تمشي على الرجلين وفمك تفوز، معلق ولما القاع نقط وفلكوز. الله الله. اللي عنده ام محظوظ هنيال بيها، لك الحمد. اللي عنده ام محظوظ هنيال بيها، ميتم صار سنين وامشي بحكيها. الله اكبر. الله يسلمك خالي. الله الله الله. اللي عنده ام محظوظ. الله يرحم امي. رحم الله والديك. الله يرحم امي. الله يرحم والديك. اللي عنده ام محظوظ هنيال بيها، ميتم صار سنين وامشي بحكيها، جد مم مسحق خير شر منا ما جاي. جد مم مسحق خير شر منا ما جاي، مره كرب عرقوب سحقه طلع ماي. الله الله يسلمك خالي. الله يطول عمرك. الله اكبر.
انت ما ناوي الحلقه تزع على خير؟ ان شاء الله على خير، ان شاء الله على خير. ولعت نار الله يسلمك، انا خادمك، انا خادمك. حتى لا ببالي سؤال، ببالي كذا، ببالي استفسار. والى الاب يستاهل والله. ما نقدر نذكر الام والاب نعوفة، اللي ربانا على التربيه والاخلاق لازم نذكره. يقول من ورث ابوي وياي بس دني الاثنين. من ورث ابوي وياي بس دني الاثنين، سبحة يسر وتراب من قبر الحسين. الله اكبر. الله يسلمك. وهذا الموقف حقيقه صار وياي. وهو عمري 9 سنوات. توفى والدي قدامي. انا 9 سنوات ما اعرف اول شخص اشوفه يموت بحياتي هو والدي. انا كل ظني ان ابوي نام. الله. بعد ما كمل صلاه العشاء ومر. اقسم بالله جاي تحكي صار وياي. الله يسلمك يا خال. توفى قدام عيني، فقلت هذا البيت حقيقة ظل ملازمني. قلت موقف لبوي وياي ما بي يعوفة، موقف لبوي وياي ما بي يعوفة، نام على وجهه وما تخاف أن أشوفه. دموع قالي سيدنا العزيز. موقف لبوي وياي ما بي يعوفة، نام على وجهه وما تخاف أن أشوفه. الله أكبر. الله أكبر. الله يسلمك خالد. خالد بعد على إذا عندك كاتب. والله ما محضر، عندي هواي بس ما محضرهم يعني. أسمع منك بعد. أنا آسف. دموع غالية سيدنا. حتى الكاتب بتشرح. الله يسلمكم، يعطيكم العافية إن شاء الله. دموعكم غالية أعزائي. أسمع منك. يقول اخذت تظل وياك لو وقتك اندار، اخذت تظل وياك لو وقتك اندار، الحرمة للرجال كسوة وخبز حار. والله صدق. بس بتتن بتفاك خادمك سيد. الله يسلمك، الله يسلمك خالد. يقول بس بتتن بجفاك اتغذى واشرب. اليوم عندنا صوغ للوادم شعير وحكي زين. الله يحفظكم. هذا الحكي هذا اللذيذ هذا. الله يسلمك. خلنا صدر للوادم. الله يحفظك خالد. الاسئله تروح والشعر يمكن. انا خادمكم، انا خادمكم. يقول بس بتتن بجفاك اتغذى واشرب. بس بتتن بجفاك اتغذى واشرب، رد لحق على رسوم وشي تخرب. الله. الله يسلمك. بكل وجعه ما هميت بس وجعتك هاي. من درت وشك دار وشي على الباي. الله يسلمك خالي. الله، الله يسلمك خالي. كل وجعه طبها يصير فوق المخده. صح. كل وجعه طبها يصير فوق المخده، تقتل ما شاف من ربعه هده. الله اكبر. الله يسلمك خالي. طخ عنها جتك فيت صاحت لكلها. طخ عنها جتك فيت صاحت لكلها، قلت لهم من اعزاز ما دني قلها. الله. الله يسلمك خالي. الله. الله يسلمك. ولا تجفوا عني بشين أردج بلبزين، لا تجفوا عني بشي أنا أردج بلبزين، أنا الأبد ما باع ربع على فلسين. الله الله. اللي ينفرد بالراي عن راي خوته ينكره، والزينات كلهن تفوته. اي أيوة والله. اكو عندك بيت اللحيه؟ نعم موجود، جايك ان شاء الله بيه. الله. جايك بيه، جايك هذا مكان سيد. اي اي هوايه لك عديت. هو هذا وحده لو الاخوات؟ الا ان شاء الله. يلا خلاص ان شاء الله. يقول هوايه لك عديت وارفع لك ابطي. اي التخطي مره اثنين مو كلها تخطي. يا سلام. الله يسلمك هذا. الله يسلمك. يا سلام. الله يحفظك. الله يحفظك. التعصي عند الغير عندنا الهدف راي. زين. التعصي عند الغير عندنا الهدف راي، بالهو ندق مسمار ونعلق الماي. الله. الله يسلمك هذا. الله 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 يطول عمرك. الله. اقرا لي مال اللحيه حتى ناخذ فاصل. طبعا اليوم اعزائي المشاهدين انا ما راح اقرا موروث لان غسان الجوذري ابن الله يحفظك. انا ابن موجد العبدعون اللي يصير ياسر عبدعون عمي. ياسر المرحوم ياسر عبدعون اللي يقول من تمشي من تمشي كانها اثنين جاسمها الحزام ومثل التعد ليرات نقلات الاجدام. احتراما لهذا الاسم واحتراما لهذا هذه القامه الشعريه ياسر عبدعون. ما راح اقرا موروث، راح اخليك انت تقرا موروث وانت تسولف على ياسر. تفضل اقرا لي بيت اللحيه حتى ناخذ فاصل. ماشي. وللبعيد ومو غوى اللحيه بموس من زينتها، مو غوى اللحيه بموس من زينتها، كيف على كم سربوت بيد لزمتها. الله 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 يعطيك العافيه. مو غوى اللحيه بموس من زينتها، كيف على كم سربوت بيد لزمتها.
حسان لا خليتنا نسألك لا خليتنا نسولف وياك. انا خادمكم. شو رايك اليوم؟ تردون انتم انا بخدمتكم. الله يحفظك. انا جاي هنا بخدمتكم. الله يسلمك. ونعم الله عليكم. لا احنا بخدمتك. نعم الله عليكم. الله يحفظك. الله يسلمك. حسان الجوذري، من الذي دعم الدارمي في بابل؟ حقيقه الدارمي ببابل حاليا في الوقت الحالي يعني احسن احواله. زين، ليش باحسن احواله؟ انا اقول لك ليش باحسن احواله، لان عندنا مهرجان الشيخ ياسر ثابت بالطليعه. انقياد القاسم هنا بس هو شباب الطليعه، شعراء الطليعه قيمه. نعم. القاسم هم بيها مهرجان للدارمي. اي. المدحتيه بيها مهرجان للدارمي. نعم. واكو جاي شوف التماسي نصف شهريه او شهريه قيمها. ايش قد عمرك ابو عباس؟ عمري؟ أي. 42. 42 خلال ال 42 سنه وين كنت عن الساحه؟ والله الوقت ما الوقت مو زين وياي. مو زين وياك؟ اي خاف ربعك مو زين وياك؟ لا الوقت والله والله ربعك لي زينين الوقت، وانا صغير متناحر وياي. الوقت وانا صغير متناحر وياي، وين التهد الحيل حطها على علباي. الله اكبر. الله يسلمك. الله 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 الله. فنرجع على سالفتنا بالشعر، قلت لك احسن احواله. فعندك بالمدحتيه هم مهرجان للدارمي باشراف نصير طالب فتلاوي، الف تحيه له ابو علي حقيقه داعم للدارمي بصوره خاصة الدارمي الحقيقة. فأبو علي ما قصر. اشطب لي خمس أسماء من اللي يسيئون للدارمي. أعذرني من هذا السؤال سيدي. ليش؟ أعذرني ما أقدر. ليش؟ ما أقدر، مو خمسة. لا. يعني مين يقول أكثر قائمة طويلة تريد. أعطيني أوصافهم. ما أقدر أعطيك أوصاف. أوصاف قول هذا هيك سوى هذا هيك سوى، ما لك مو أوصاف شخص. نعم. أعطيني أوصاف. يعني مو دارمي، أكو جماعة يكتبون مو دارمي. شو يكتبون؟ لا مو دارمي، الدارمي اللي وصل لل دائقة اللي وصل الشارع هذا الدارمي. شنو الدارمي؟ حكر لك هو مثلا؟ لا مو حكر لي. لا مو حكر لي، بس اقول لك اكو هوايه كتاب دارمي بس مو يم الدارمي حقيقه. شلون مو يم الدارمي؟ مو يم الدارمي، يكتبون دارمي بس هو ما يوصل. انت سولف الجمهور. انا ما اقدر اسولف الجمهور، هو جمهوري يعرفه، هو جمهوري يعرفه. لا جمهوري يعرفه. اليوم اسم مهم ابن ياسر عبد عون. نعم. اذا انت تتنصل من الجواب وذاك يتنصل من الجواب، يعني انا ما اتنصل من الجواب. بس انا اترك الجواب لمن؟ الى الدائقه. ليش ما يجب الدائقه يميزون؟ ليش ما تكون انت في موجه الصدر وانت كلك شجاعه وتجاوب؟ نعم. وتقول هذا مواصفاته واحده اثنين ثلاثه. قول سيدنا انا سمنحت شيء خاف تصير بيها زعل. هم خاف اي خاف تصير بيها زعل، فاني خليني هيك احسن. يعني الجامعة خلي لا انا اترك الجواب للدائقه، هم يميزون صح. نعم. انتم تذبون كل شيء ذبون براس. نعم الدائقه يجب ان تميز من الشاعر ومن المستشعر. يعني انت اليوم شو تحط روحك ذائقه شاعر؟ والله اني ما قال شاعر ابد لحد الان، والدليل حتى على صفحه الشخصيه غسان جوذري. نعم اعتبرك ذائقه ميز لي واروح وانا ميز. انا ميز برنامج انا ميز بس اخي برنامج بضيف اروح الم الواد مثلا؟ لا ما تلم الواد، انزل للشارع والله اسال. انا عندي برنامج رأي. الخطا عام. وين سيدنا الخطا وين؟ الخطا من الذائقه حقيقه. الخطا من الذائقه يا اخي، الذائقه هي راح يطول الجدال وانت بدك تجاوب. اسمع منك انا خادم. يقول التعصي عد الغير ما تعصي عدنا، روضنا حتى الذيب وعليا صعدنا. الله 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 يسلمك. الله 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 يسلمك. الله الله ام بيتي لاجل الجود باعت حجلها. الله والنعم. نعم الله عليك. والنعم. ام بيتي لاجل الجود باعت حجلها، تفرح لو ان خطار جاي الرجلها. وعلى هاي سالفه صدق حقيقه. الله حقيقة. الله الله. عندي جماعة عزمتهم وقالوا ما أدري شنو أم عبيس تدري بيها عزبت الكثيرين والله. فقلت لها يا بنت ترى الجماعة صادني أنتم ما يجون. أي وأنت رجليه ما تنخبز من الصبح هسه أخبز، شو القضية ليش ما يجون؟ معيب. أي فقلت لهم هاي البيت دارهم كلهم جوا وياي يشهد الله. قلت لهم أم عزبت حتى النور ماتت رجلها. الله. أي قلت لهم معذبت حتى النور ما تترجي لها، ولو ما مشيتوا وياي شو تعذر لها. الله 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 عز الله كنا وجوا وياي. الله الله زين. يا سلام يا سلام. يقول مو بس ظلمنا. الله يحفظك طول عمرك. يقول اسحب كلامي الاول واقول ظل على ابو عباس. الله يسلمك. الله يحفظك. هذا يعني انت ما تهون بيها لو ما تهون بيها؟ لا والله على هذا حكي. الله يسلمك. لا يا معدل ام عبيس وما تبدل بلف والله. والله والنعم. يشهد الله. اي توكل الدين وهاي سويت لك شغل حقيقه. لا هي عندها ثقافه دينيه او اجتماعيه، فهاي عاديه عندها جدا ما شاء الله. الله يحفظك. فاقول تشلبون بهاي مال ثقافه. لا حقيقه هاي. والله لا حقيقه. الله حلل لنا اربعه وما ادري شلون وانتم متخافين. الله لا بالله ما عندنا هاي ابد. فيقول مو بس ظلم كرام انشد الديره ارملت عزب الضعف من العشيره. الله 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 يسلمك. هذا مو بس ظلم كرام انشد الديره ارملت عزب الضعف من العشيره. نعم. وهاي صوتي الك ادري بيك تحب الغزل. ها
هذا الغزل لمن؟ هذا الغزل الك جبته. انا ماذا يتغزل بي؟ لا لا ما... انت تحب الغزل ادري بيك. انا دافع لا لا تحب الغزل انت ادري بيك. انا ادري بيك. دافع ليه؟ ايه؟ هو عباس. ايه؟ طيب بعد انت عم هذا الغزل لي يلا راضي؟ الغزل الك شلون يعني؟ ما انا كاتبه؟ يا اخي هسه شو تريد؟ الك؟ عم صوغه لك جايبه انا. اجيبه اي ها صوغه لك. بس لي؟ هي بس لك وكادر قناه الطليعه طبعا اكيد. مشاهدين كلهم اكيد هاي 200 عندهم. يقول مو بيدي خضر الروح وقليب يبلوه اتخربط من الصير عين على حلوه الله 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 يسلمك مو بيدي خضر الروح وقليب يبلوه اتخربط من الصير عين على حلوه القدله نص الليل والقصه مصباح هذا الصدق وياه من نقعد ارتاح الله اكبر الله يسلمك الله اكبر صحتي لعمي وهاي سكينة بيه طبعا واقع عن هذا البيت رحت حقيقه هالبيت اي رحت الدكتوره هي اذا مو اكبر من عندي بقدي فانا الشيب ما اخذني جابت الابره اكو حبايه بعينه صارت قالت خل اضربك ابره مال بن مال تخدير نعم قالت لعمي غمض عينك هي شوي عندها ثقافه واريحيه قلت لها سمحي لي دكتوره قالت تفضل قلت لها صحتي لعمي وهاي سكينه بيه بالعياده اي بالعياده حلو حاكيتها حكيتها لطيف اي صحتي لعمي وهاي سكينه بيه بقدك لكني الشيب هرف علي الله الله يا ام عباس ترى الماي فات من جواز وين الدكتور يقول ادري به حكي لا 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 لا, لا 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 انا مو وياك فالحكي شنو وياك؟ ابد هنا عم عبيس ابد ثقتها ثقتها بي عاليه جدا اي نعم اي يقول ادري به حكي يغيظ هاي وهذيجه ما يعدل النسوان غير الشريكه هاي شنو طلابها هاي امر الدين هاي فيت على معباس هاي امر الدين امر الدين وبي حسره قلب عليك يلهب سناها بي حسره قلب عليك يلهب سناها حسره شريكه بلي الباقه وسراها اه الله الله يسلمك وقطعك الصار سنين عكم وشوريدي قطعك الصار سنين عكم وشوريدي قمت انقلب فرقاك رجلي بيدي ويلي 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 هذا عيده مال الشريكه والله ادري بحكي غيظ هاي وهديكه ما يعدل النسوان غير الشريكه اي نعم وتعيد ام عباس انا ما عايل بيها لا يعني الشاعر الشاعر لسان المجتمع طبعا اي حلو خوش يا حبيبي يقول اوصف لك الدلال من وشك اندار جل بظهر تموز بقبة النار الله اكبر الله 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 اوصف لك الدلال من وشك اندار جل بظهر تموز بقبة النار يرجف الما مسحوق قلبه بخطاطير حلو يرجف الما مسحوق قلبه بخطاطير الكرم طق سيوف مو طق شفاكير الله 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 يا واش خلنا نسالك ابو عباس تفضل تفضل الله يحفظك يطال عمرك بابل وشعراء بابل والدارمي في بابل والدارمي الان نعم هل هو اجمل واحدث من الدارمي سابقا؟ حقيقه احنا السابق ما استغنى عنه موروثنا ما مستغنين يبقى الاجمل والاحلى بس عندنا شعر وعندنا شعراء رفعوا اسم بابل في الوقت الحاضر زين زين كل زمن الا رجاله حقيقه هاي فاحنا موروثنا ما تخلى منه احنا نتنغم به هذا هذا اليوم يكتبونه الشباب نفس اللي كتبونه قبل نعم اكو شباب تكتب صح وتكتب قوي ووصل الى الذائقه ووصل الى جميع محافظات انتم كشعراء كبار وكشعراء شياب اي يقولون نعم خليني اكون صريح وياك قولكم لا ترى بس انا مو اباك اقعد ماخذ شيء تشعد بي بعد عمي اي ترى انا مواي 80 ها يعني زغل اي لا لا مواي 80 بعدني هذا حاجه لي اقول لك نعم انتم شعراء اليوم كبار بالعمر وتجربه الشباب قالوا الكبار محاربيننا الكبار المهرجانات الهم كبار شو اسمه الاماس لهم البرامج لهم والى اخره انصافا احكي انصافا بابل ما بيها النفس انصافا بابل ما بيها هذا النفس الشاعر الرواد واللي يعني اللي اكبر من عندنا عمر ها يحبون يسمعون من الشباب وهم ينشرون صفحاتهم يقول نعم انت تنشر صفحتك للشباب؟ اي بالله نشر نشر اني يعني ما اقدر اخفي لشاعر صغير لا الشاعر صح حتى لو عمره 10 سنوات لا لا ماكو محاربه ابد هاي بابل ماكو هسه غير محافظه الله اعلم ما انا ما ادري بيها بس انا احكي لك على بابل وصل. لا لا احكي لك على بابل انتم
يقولون احنا نكتب احسن منكم. هسه الدليل يقولون نكتب احسن منكم. دليل عندنا اماسي واتمنى تشوف يعني عندنا ابو علي نصير طالب بالفتلاوة الف تحيه له. نصير طالب بالفتلاوة زين عنده اماسي شهريه ونصف شهريه شوف دائما يجيب الشباب. واحنا بنصير عندنا امسيه هم يجيب الشباب. يقولون احنا اذا طلعنا الشباب اليوم نغطى عليهم. لا بالعكس احنا نفخر شعراء بابل يفخرون باصغر شاعر. اكو شعراء كبار بالساحه اذا طلعوا الشباب يغطون عليهم. شلون قصدك يعني؟ شعريا شنو شلون قصدي؟ لا لا ماكو هيك الشعر ماكو كبير وماكو صغير، انا اكتب صح يوصل ما يغطى علي. انا عمري خلي يقول 80 سنه وما اكتب صح لا ما يوصل. الشعر الصح يوصل. ان شاء الله شعرك صح وحد كله صح بس يعني ما ادري هسه انا هذا اللي اسمعه بالشعر هذا لا لا انصافا هذا ما عندي فيه اي زين انصافا نعم تمام انتم من عائله اصحاب ترثه وتركه من ياسر عبد عون نعم ياسر عبد عون مو فضل علينا سوى له فضل بس على الشعر لا على الفرات الاوسط كله فرات الاوسط اي فرات الاوسط نعم ابو عباس غسان الجودري احاكيك اقول لك ياسر عبد عون متفضل على الفرات الاوسط. الفرات الاوسط هسه مثلا يعني الديوانيه شلون متفضل شلون؟ اكو شغلات يقضيهن الهم. الديوانيه الفرات الاوسط نعم النجف فرات اوسط نعم السماوه فرات اوسط نعم الحله فرات اوسط نعم كربله فرات اوسط نعم ياسر عبد عون له فضل على خمس محافظات. ياسر عبد عون ماكو محافظه بمحافظه العراق ما قضى شغل. والدليل احكي لك شعر ما احكي لك على الشعر اني احكي لك على فضله الشعر شيء ثاني وقلت لك اني لا احكي لك شعر شعر ياسر عبد عون ما حد يقدر يضمه لا ما مضمون اي ما مضمون شيخ ياسر عبد صور كان تصريحك الاول والدور تراجع لا انا احكي لك على فضله احكي على فضل الفضل رجال بنجوى نعم احكي لك على هذه فاما بالشعر ياسر ما مدفون زين ما مدفون ياسر لا ما مدفون يا هلا خذ حلالكم والله سيدي ايش ما تعوف هذا الموضوع سؤال مو مقدام قبل 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 فتره عوفه قبل فتره مقدام دبه الابن الشرعي الوريث الشرعي لا اخدمك عوفه بس لا تحجون بعد بي لا ما نحكي بيه اي انا قلت بيه الدارمي قلت باقون اشوف العين لا اماك لا تكمله لا تكمله ما كمله؟ اي لا تكمله مو انا لا مجودي لا انا احكي عجود انا احكي عجود انت من تقول مقدام دبه اي انا لا انا حتى من تقول عوفه نعم تقول عوفه لا بالله عايفه مو تقرا لانه بيه الدارمي باقون اشوف العين زين وهيك مو لا انا اقول لك صحيح بس مقدام الوريث الشرعي قال انا متنازل منه بعد ما اقدر احكاني بعد بكيفكم انتم اولاد ياسر عبد عون وهذا حلالكم تريدون تطشرون حلالكم تريدون تلمون حلالكم بعد انتم احرار ياسر عبد عون ما يقيم شعر اسمه كافي انا احكي على شعر يا نعم واضح ليش واضح رجال شيخ ابن الاجواد ها رجال شيخ مطمع خل اسمع اي واحد اخذ من عنده خل اسمع يقول ياسر عبد عون الله يحفظك الله يقول لمعذب الخطار هاي النصيحه كلمه هلا وحياك تسوى الذبيحه اي والله نعم اي والله يقول راح اجله مو مطلوب بس وجع بيه شنو راح اجلي مو مطلوب بس وجع بيه نص العشيره شيوخ صارت علي الله 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 يسلمك الله الله اسمع منك بعد نعم يقول عشنا بخرابه سنين بس عامر الصيت عشنا بخرابة سنين بس عامر الصيت القصر ما سواش حظ للسرابيت الله أكبر قمت منطر السوق مغمض أمشي قمت منطر السوق مغمض أمشي خاف أشتهي وبالجيب ما عندي كل شيء الله أكبر أوردت باليافوخ عطشانة دنياي ناقت نبي الله صالح على الماي الله 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 يسلمك عاشت زلم بالجوع ما مدت الإيد رب ابتنيني بعوز بس ذله ما اريد الله حشم من الذله حشم من الله يحفظك ما لمد ايد بعوز كلش بعيده ايه؟ انا بن واحد مات كافور بيده الله 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 ما لمد ايد بعوز كلش بعيده انا بن واحد مات كافور بيده الله يسلمك عزة نفس وياي من ما تنخيت ايه؟ عزة نفس وياي هل ما تنخيت جبرت بالجريد كسر وتعافيت الله يسلمك ويقول بالك بفيه تنام وتطول النوم راس النخل غدار يشمر كرب دوم الله يسلمك من صاحب الفضل على الدارمي؟ في بابل؟ في بابل وفي الوسط والله هو كل انسان يكتب دارمي صح وما يظلم ربعه يا اخي صاحب الفضل يا هو مو كل دارمي يكتب صح نعم من صاحب الفضل على الدارمي على هذا اللون؟
احكي لك على بابل انا. بابل احكي لك. نعم على بابل. على الوسط على العراق بكيف؟ لا احكي لك على بابل. أي. انا ما غلط. انت شعر كل العراقيين يعني مو انت مو العراقيين احنا نفخر بهم كله بس احكي لك على بابل ما عندي انا احكي لك على بابل. أي. انا احكي لك على بابل. أي. حقيقه شعرائنا الموجودين كلهم لهم فضل. اللي يكتب والدعم والساند زين ولا يخفى دور ابو علي نصير طالب الفتلاوي دائما ملم بهذه الشغلات ودائما يدعم الشباب اللي يكتبون سووا مهرجانات امسيات ثابته فابو علي ما ينكر فضله حقيقه هاي خلي اسمع منك بعد انا خادمك مرهم عطش مو شوق نشدوا علي مرهم عطش مو شوق نشدوا علي هدهد ووجد الماي حدر الوطيه محتام لك محتام يا خبز الشعير محتام لك محتام يا خبز الشعير صح خشن بس ربيت زلم المقاوير حلو الله يسلمك خالد لو مرد ابيع البيت ما عندي مدفون الله لو مرد ابيع البيت ما عندي مدفون فشل ظل جاعد بيه وابن امه مديون الله 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 يحفظك سيدنا بس الوقت يداهم من الرسالة المخرجة اشرنا انصف غيرك من شعراء بابل او من شعراء اللي تحب تقرا له هسه اقرا لهم ان شاء الله يا تفضل ايش قد عندنا وقت؟ ايش قد عندنا استاذ؟ دقيقه وانا محضر كل شعراء بابل للشباب بس انا راح اختصر على الطليعه ومعذره من اخوتنا شعراء المدحتيه وشعراء القاسم لان الوقت داهمنا الله يحفظك فانا راح اقرا لاخوتي شعراء طليعه والنعم منهم تحياتنا لهم الله يسلمك يقول نشوب ميسم غيظ لو مرني طاريك والشام تبلا جود غث الخلق بيك حسين علي حسوني الجودري يقول معدومة بعض الناس بيها السماحة وما ترهم لها وجوه غير القباحة أحمد همام الجودري يقول ما جزرت يمناي متعودة على المد ومنها انترى الزينات شطنا وجزى الحد الله الله شيخ حمير ياسر عبد عون الجودري الله الله من صحت حيهم صار عد العرب عيد محترج ويطفون بي بجراريد الله 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 من صحت حيهم صار عد الربع عيد محترج ويطفون بي بجراريد مهند الجبوري يلمو حلالك ليش تاخذ حلالي حتى الهوى من يفوت يدري بمالي سيد زيد الياسري فطر المراجل بيك وانت ويا الصغار اعلم لبسي ودون وانت اعلم قوار الله الله صلاح الزهيري الله الله اليوم تقرا لنا قائمه يقول سل او اخيرا اخيرا يقول سل وقحط والعوز والذل يعتهن وكسرة جفاك عدال دن اربعتهن يا سلام حيدر عبد الامير يا سلام يا سلام الله يسلمك انا قبل ما اختم وياك خل اختم ويا المشاهدين اعزائنا المشاهدين هذه هي الحلقه الاخيره من موسم قصه دارمي الموسم الثاني انا اتقدم بالشكر الجزيل لكل من تابع قصه دارمي اتقدم بالشكر الجزيل لكل بيج نشر القصه دارمي اتقدم بالشكر الجزيل لكل مصمم المصممين المبدعين هذول المصممين الابطال اللي جاي يدعمونا ويساندوننا بالبرنامج شكرا جزيلا لكم انتم المساعد الايمن شكرا جزيلا لكل شاعر حضر لهذا البرنامج شكرا جزيلا للمنتديات شكرا لاصحاب الفضل على هذا البرنامج شكرا لكادر البرنامج الذي ذكرته في المقدمه ايضا الشكر موصول الى الدكتور حيدر العسكري ولكادر برنامج قصه دارمي انتظرونا في الموسم الثالث في امان الله Thank you.